تراب الزمالك على طول. الحمد لله انا عملت معاهم حاجات كويسه، والنادي ضاف لي طبعا وضفت للنادي. كل سنه يبقى في كلام ان انا ارجع للزمالك، فبنجتهد وبنعمل اللي علينا. وطبعا ده التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، اروح يعني رجعت الزمالك او ما رجعتش، شرف لي ان في الايام لبست تيشيرت نادي الزمالك. يعني فتح الكلام الموسم ده تحديدا كان في كلام ان انت اقتربت وان انت قعدت مع امير مرتضى والموضوع اتفتح رسمي؟ لا ما قعدتش مع حد، بس كان في كلام يعني، بس ما قعدتش. لا بصراحة ما قعدتش مع الاستاذ امير خالص، بس كان في كلام يعني من فترة كده عامة يعني، بس يعني كان في كلام بس مش عايز يعني اخش في التفاصيل. تتمنى ترجع نادي الزمالك يا باسم؟ اكيد طبعا شرف لاي حد يلعب نادي الزمالك، يعني الزمالك ده بيتي وانا لعبت فيه 4 مواسم، جبت 53 جون الحمد لله، اخدت معاهم بطولات كتير. رقم مش قليل لما جبت 53 جون برضو في 4 مواسم، فطبعا شرف اي لعيب يلعب في نادي الزمالك. فيريرا ليه مكانة خاصة عندك؟ يمكن كان في لقاء ودي قبل مباراة سيراميكا، قال لك ايه؟ وكان في مقولة كده انت قلتها ان هنعيش ونشوف الاهلي ياخد الدوري امتى، حقيقة المقولة دي يا باسم وقلتها ليه؟ لا هو الراجل لما انا قابلته قبل كده اصلا كان معسكرين في مكان كان نادي الزمالك متواجد يعني، فوفت معاه كتير جدا. انا طبعا علاقتي بالراجل ده كويسه جدا، وهو بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي عارف يطورني بشكل كبير يعني. في الماتش قال لي ما اجيبش فينا اجوان وكده، وبهزار طبعا يعني، قال لي ربنا معاك ووفقك انت محمد وتعمل ماتش كبير وكده، وهو مدير فني كبير. المقوله دي انا قلتها عشان كان 2014 اخدنا الدوري احنا، فانا كنت على امل يعني ان فيريرا هيكمل، فقلت يعني هشوف بقى الاهلي ياخد الدوري تاني، بس كنا على امل ان فيريرا يكمل معانا، كنت 3 4 سنين يعني، فكنا ناخد الدوري يعني.